السلام عليكم صف السادس الإعدادي. درسنا اليوم الوحدة الخامسة تحويل الماضي البسيط إلى مضارع تام أو بالعكس. من المواضيع المهمة جدا وعلي التمرين صفحة 112 كتاب النشاط. يعطيك جملة بزمن الماضي البسيط تحولها للمضارع التام أو بالعكس، جملة بالمضارع التام تحولها للماضي البسيط، ويأتي بالوزارة بصيغة الكوركت التصحيح. أول مرة لازم أنت تعرف شنو هو المضارع التام. المضارع التام نعرفه بوجود already, just, ever, never, so far, yet. الظروف اللي شرحناها قبل، لاحظوا I have just written this story، نعرف أنه هذا مضارع تام. أما الماضي البسيط فكما درسناه سابقا نعرفه من كلمة ago مضت، yesterday، وكلمة last Sarah bought this book يستردل. هذا أول شيء لازم تعرفه. أول شيء لازم تعرفه أن المضارع التام تعرفه من هاي الظروف، والماضي البسيط تعرفه من هاي الظروف. الشيء الثاني الذي لازم تعرفه أن الماضي البسيط يتكون من فاعل زائد ماضي بسيط. فاعل زائد ماضي بسيط. الماضي البسيط ممكن يكون قياسي ينتهي بالإيدي، وممكن يكون شاذ، وأنت لازم حافظ الأفعال الشاذ. لاحظ we played tennis last day. أما المضارع التام فيتكون فاعل زائد مضارع تام. المضارع التام يتكون من هاف وهاز زائد تصريف ثالث كما درسناه سابقا. هسه نرجع بعد أن عرفنا شنو الماضي البسيط شنو المضارع التام، شو راح نحول؟ لاحظ الملاحظة كاتبينها لكم، يجب معرفة قواعد زمن المضارع التام، يعني لازم تعرف شنو قواعد المضارع التام، كذلك الماضي البسيط، وحفظ الأفعال الشاذة، لازم أنت حافظ الأفعال الشاذة. زمن الماضي البسيط خاف واحد للمعرفة مالته yesterday, ago, last. لاحظ راح نبدي شلون نحول الزمن المضارع التام إلى ماضي بسيط. إذا مضارع تام إلى ماضي بسيط راح تلقى موجود half و has. إذا لقيت half و has وتجي تحوله للماضي لازم تحذفه، والتصريف الثالث الموجود تحوله إلى ماضي، والتصريف الثالث إلى ماضي. يعني لقيت هاي الجملة she has played، تي تحولها she تنزل has تحذف و played ترجعها الى الماضي اللي هي played، she played انطاك لا she has written، تي تحولها الى ماضي ترجع الشي تحذف الهاز وهاي يصير wrote. فعشان اول ملاحظة لازم تعرفها. اما اذا كانت جملة منفية فتضع مكان haven't و hasn't didn't، مكان haven't و hasn't didn't. لاحظ haven't written صارت didn't، طبعا مع ارجاع الفعل الى حالة المضارع، ما ارجع الفعل لحالة المضارع. شلون مطيك هو we haven't studied، قال لك حولها للماضي يصير we didn't لان منفية، واستدد رجعها الى المضارع، وهكذا. اما اذا كانت جمله استفهاميه فنحذف هاف وهاز ونضع مكانها ديد، فنحذف هاف وهاز ونضع مكانها ديد. لاحظ هاز هي ريتن، نحذف هاز نخلي ديد، وهاي نسويها شنو مضارع بسيط. مضارع بسيط شلون يعني الجمله هاف يو ريتن، قال لك سوي لي اياها معنا بالتكمله هنا علامه، قال لك سوي لي اياها بالهاف الشيء تخلي مكانها ديد، يو تنزل ورايتين ترجعها الى رايت، وتكمل وتخلي المضارع. اذا بعيدها مره اخرى، اذا لقيت هاف وهاز طيرها نحذفها وحول التصريف الثالث الى زمن الماضي، هاي بحاله الاثبات. بحاله النفي هافنت وهازنت خلي مكانها ديدنت ورجع الفعل لحالته المضارع.
جملة استفهامية احذف هاف وهاز خلي ديد ورجع الفعل الى حالة المضارع. زين اذا عندي ماضي الى مضارع تام يصير بالعكس، يصير بالعكس عندي ديد ارجعها هاف وهاز واخلي تصريف ثالث للفعل، عندي ديدنت اخلي هاف انت وهاز انت وارجعها لا. لاحظ هي ديدنت رايت ومكان ديدنت اخلي هاز انت والرايت سرتين. عندي جملة استفهامية ومكان الديد اخلي هاف او هاز حسب الفعل طبعا هي وشي وقت اخليها هاز والفعل اسويه تصريف ثالث، يعني واحدة عكس الثانية واحدة عكس الثانية. خلينا نشوف شلون ياتي السؤال بالوزاري، اما طريقة اختيارات او طريقة التصحيح، واكثر شيء يجي التصحيح. لاحظ What time have they gone to bed last night؟ اول مرة قال لك correct، من قال لك correct اذا اكو خطأ بالجملة. شوف عندنا last night احنا قلنا last و ago yesterday يعني ماضي، معناها هاي الجملة لازم تصير بالماضي، هو مطيك اياها بالمضارع التام. شو عرفنا عندنا have زائد تصريف ثاني، have زائد تصريف ثاني اجي What time تنزل ما له علاقة بها. احنا قلنا بالجملة الاستفهامية have و has نحولها الى did والتصريف الثالث نسويه مضارع انتهت الجملة. لاحظ هي just lost his key، يقول لك صحح الجملة معطيك اياها بالماضي البسيط، بس احنا عندنا just، just تاخذ half و has زائد تصريف ثالث، هي ايش تاخذ has وراها just، انت لازم حافظ قواعد المضارع التام. و lost هو هي lost هي مضارع هي ماضي هي تصريف ثالث وهكذا. بعد I bought him a new boat last week and هي already lost it. يقول لك صحيح عندنا الجملة الأولى ما بها أي إشكال حد last week، بس الجملة الثانية عندنا already، already تأخذ زمن المضارع التام، إذا هي شو تصير has already. ونكمل النقطة الرابعة اختيارات، شوف قال لك did go didn't go أو haven't been، وعندنا يت ما طول عندنا يت إذا المضارع تام، مضارع تام إذا نأخذ haven't. الجملة الخامسة أيضا اختيارات، قال لك have you ever or did you ever، طبعا جاوب have you ever، ليش؟ لان احنا عندنا ever ever ما تشتغلوا يا did. الجمله السادسه they are films products they half لو made ما طول عندنا since، since تاخذ مضارع تام، مضارع تام half made. لاحظ منى has got او got، عندنا go، go يعني ماضي بسيط، ماضي بسيط اذا got بس. لاحظ الجملة الثانية How many letters have you written stories last night؟ ما طول عندنا last night، إذا الجملة لازم نغيرها إلى الماضي البسيط، ما طول جملة استفهامية نغير الهاف والهاز إلى did ونروح للتصريف الثالث نحوله مضارع written صير right. كمل طبعا هنا لازم علامة استفهام بالأخير. هذا هو زمن المضارع. نروح لكتاب النشاط الأسئلة صفحة 112، يقول تمرين إيه، يقول إذا الجملة صحيحة خلي كلمة صح، وإذا الجملة خطأ صححها. لاحظ I have just been، إذا الجملة صحيحة ليش؟ لأن عندنا just تاخذ مضارع تام. نجي للجملة الثانية Let's take جميل to the new Chinese he never went there he never نمطيها بالماضي غلط، ما طول never لازم قبلها المضارع التام، إذا شو تصير هي تاخذ هاز وين تتحول لا بين، وين تتحول لا بين تصريف ثالث. ليش حولنا وين الى بين؟ واحد يقول ليش بس ما نحولها الى جان، ليش ما نحولها الى جان؟ احنا كاتبين قاعده اذا تذكرون بين تتحول لا وين، وبالعكس من قلنا نحول المضارع الى، اذا لقيت وين تحولها لا بين، اذا لقيت وين تحولها لا بين، واذا لقيت بين تحولها لا وين، هاي مو تنساها وين تحول الى بين، وبالعكس بين تتحول الى وانت اذا لقيتها، اذا لقيتها خاف ناسيها، خاف ناسيها نعطيناها ملاحظة تحويل وانت الى بين. لاحظ تحويل وانت الى بين، نرجع الجملة الأولى دائما تجي بالوزاري فادية didn't speak، ما طول عندنا since إذا الجملة لازم مضارع تام، فادية اشتاخذ مكان didn't hasn't و speak أحولها تصريف ثالث spoken. نجي للجملة الثانية has Selva family moved، ما طول عندنا يت لازم
مضارع تام صح has زائد تصريف ثالث إذا الجملة صحيحة true. نجي للجملة الثالثة. I bought him a new mobile. I bought him a new mobile last week. And he already هنا خطأ عدني. لازم already لازم مضارع تام. هي إيش تأخذ has. Already تنزل lost هي التصريف الثالث. نجي للجملة الرابعة. I have just walked all the way back from the shops. عندنا have زائد تصريف ثالث just إذا الجملة صحيحة ما فيها إشكال. نجي للجملة الخامسة. I have woken up early late and I was late for school. جملة بالماضي. جملة بالماضي ليش؟ لأن ماكو عندنا أي وحدة من لا just لا never لا yet. إذا woken up have تنحذف woken up ترجع للماضي هو woke up. ليش؟ لأن إحنا عندنا wake الماضي مالتها woke والتصريف الثالث woke. نجي الجملة الثالثة. Has lost. Has lost. And he can't. الجملة صحيحة ما بيها إشكال فننزلها true. ننزلها true. نجي للجملة السابعة. مهمة. هاي دائما تجي. Adam has come back from Beirut. عندنا يسترداي إذا لازم يصير ماضي. ما طول ماضي لازم هذا الطير والكم نحولها إلى ماضي بسيط اللي هي كيم. ليش؟ لأن عندنا إحنا كم الماضي مالته كيم التصريف الثالث كم. نجي للجملة الثامنة. We have all been to the park last week. عندنا last. عندنا شنو؟ عندنا last. إذا الماضي بسيط. ما طول ماضي بسيط إذا have تحذف والبين تحذف. بس البين ما يحولها وينت رأسا لأن إحنا قلنا بين تتحولها وينت وبالعكس. نجي للجملة التاسعة. عندنا what time. عندنا what time have they gone to bed last night. ما طلعنا last time night إذا لازم تحول الجملة إلى ماضي بسيط. إذا have تنشال بما أنها استفهامية نخلي مكانها did. they تنزل وال gone رجعها المضارع البسيط go. نجي للجملة العاشرة. you look nice have you changed. جملة صحيحة لأن عندنا هاف زائد تصريف ثالث جملة طبيعية ما بيها أي شيء. أكو أيضا تمرين مهم جدا على هذا الموضوع. هنا أريد الماضي التام والماضي البسيط. صفحة نفس التمرين صفحة 114 تمرين F. احنا قلنا أكو فعل متحرك وأكو فعل ثابت. الفعل المتحرك اللي عددناها والفعل الثابت لا اول شيء نباوع عليه نباوع اكو ظروف تكرار اذا لقينا ever never just حله بالماضي بالمضارع التام البسيط ماكو نشوفه متحرك مضارع تام مستمر مو متحرك المضارع البسيط لاحظ look somebody drop ماكو لكن drop من الافعال الثابته اذا somebody تاخذ has والdrop نحولها الى تصريف ثالث dropped ضاعفنا ضفنا نجي للجمله وصلنا الى recently recently من المتحركة من الظروف المتحركة إذا has been وsleep يصير sleeping. نجي للجملة الثالثة هم عندنا sleep ليش سويتها slept ليش إن عندنا ever ما طول عندنا ever إذا المضارع تام بسيط جملة استفهامية فنقدم الفعل على الفاعل صير have you ever slept. نجي للجملة الرابعة عندنا go صير has he gone كسؤال gone من الأفعال الثابتة. نجي للجملة الخامسة. I lose. lose من الأفعال الثابتة. تصير half lost. see أيضا من الأفعال الثابتة. فاستفهامين قدم الفعل على الفاعل. تصير half losing. نجي للجملة السادسة المهمة جدا. عندنا wait من الأفعال المتحركة. فصير have you been waiting. have you been waiting. مضارع التام المستمر قدم للفعل الفاعل الاستفهامي. الجملة السابعة أيضا استدي من الأفعال المتحركة أيضا يقدم الفعل الفاعل يصير has she been studying. تعالوا للجملة الثانية. paint فعل متحرك ايش تاخذ has been painting بينما finish فعل ثابت والدليل على ذلك وجود yet فيه يصير I haven't finished I have. ايش خلينا بنفي يعني هو يريدها not عن طريق هذا عن هاي الطريق حلينا التمرين. أيضا أكو تمرين
ثاني على المضارع التام، على المضارع التام، فقط على المضارع التام. هذا صفحة 112 تمرين دي، مهم هذا التمرين أيضا مهم. يقول لك حول لي عن طريق المضارع التام، مختار لي سينز وفور. ايش تاخذ؟ هاف. زين التصريف الثالث من هاف شنو؟ هاد، فصارت هاف هاد. عرفت شنو شلون؟ يعني المضارع التام يتكون من هاف زائد تصريف ثالث. هاف نزلناها والتصريف الثالث من هاف هاد. ما طول عندنا شهر، اذا الجواب سينز. نجي الجمله الثانيه، اي تاخذ هاف، من فيه هاف انت سين. بما انه عندنا كيم باك يعني فعل ماضي، ما طول فعل ماضي، اذا ايضا نختار سينز، قواعد السينز. نجي الجمله الثالثه، ماي سيستر تاخذ هاز، من فيه هازنت، هازنت بين. بما انه عندنا سينز وفور، راح ناخذ فور لان عندنا 3 دايز، ثلاثه ايام، وقلنا نستخدم بالارقام نستخدم الفور. ماي فاميلي ليف، ماي فاميلي هاز، ليف سير ليفد. عندنا رقم فنختار 4، نختار 4، لازم تراجع سينز 4. ذا تيشر تاخذ هاز، من فيه هازنت، ناو صار ناون. ما طول عندنا لونج تايم، اذا ناخذ 4. ما طول عندنا لازم تراجع سينز 4، لازم تراجع سينز 4. الجملة هنا استفهامية، إذا نقدم الفعل على الفاعل فصير have you worked، have you worked here. عندنا فعل ماضي، ما طول فعل ماضي لأن نستخدم since. نروح إلى الوزاريات إذا أكو عندنا، نشوف طريقة الوزاريات شلون تجي. شوف هذا السؤال، سؤال قواعد ادم هاز كم، هذا موجود مساحه حلينا بالكتاب. ما طول عندنا يسترداي، اذا ماكو هاز نطير هاز، وكم نسويها ماضي كي تهت. كمل. لاحظ هاي الجمله didn't go أو haven't been، وعندنا yet، ما طول عندنا yet، إذا نختار haven't been، إذا نختار haven't been. لاحظ هاي الجملة تكررت مرة أخرى، آدم هاز كم بار، ما طول عندنا يسترداي، إذا هاز تنشال وتصير كيم وهكذا. لاحظ هذا السؤال أيضا جايب لكم، هاف يو إيفر أو ديد يو إيفر، ما طول عندنا إيفر إذا نصير هاف يو إيفر، ما يصير ديد يو إيفر لأن إيفر تجي ويا المضارع التام. لاحظ هاي الجملة، فادية didn't speak أيضا موجودة بالكتاب. ما طول عندنا since، ما طول عندنا since، إذا الجملة لازم بالمضارع التام. شو نخلي مكان didn't؟ لو haven't لو hasn't. عندنا فادية يعني شي تاخذ hasn't فتصير hasn't. speak أحول تصير ثلاث، hasn't spoken، hasn't spoken. أعتقد الموضوع جدا بسيط، يراد له فقط الانتباه. جملة تتكرر نفس الشيء بس يراد لها، جايب لنا السينز والفور، وعندنا سنة، إذا نختار سينز مباشرة. أتمنى الموفقية والخير طلابنا الأعزاء، فقط إذا تتحول الماضي إلى مضارع أو بالعكس إلى مضارع تام إلى ماضي، فقط تباوع أول شيء، فقط تباوع إلى أنه إذا الجملة بها didn't حولها إلى haven't أو hasn't حسب الفاعل، وحول الفعل إلى تصريف ثالث. جملة استفهامية، قدم هاف وهاز على الفاعل أو بالعكس، إذا الجملة بالمضارع تحولها بالماضي وتنفي بديدنت وهكذا. أتمنى الخير والموفقية طلابنا الأعزاء.